هذا البرنامج مقدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة. كنظن ماشي جديد على فريق رجاء البيضاوي رغم الخصم اللي هو كبير وكبير بزاف اللي هو فريق ديال الفريق المصري. فريق اللي كبير اللي هو الفريق الاهلي. التاريخ ديالو المشاركات ديالو الفوز ديالو بالكؤوس الافريقيه كنظن بانه مباراه او نهائي غيكون في مستوى كبير. هادشي ما كينقصش من القيمه ديال فريق الرجاء البيضاوي اللي فرح جميع المغاربه وفرحنا كاملين لان ماشي مره ماشي جوج كنا دائما كنكونوا معاه. وحنا فهاد الصدد كنقول لجميع الاخوان المغاربه انهم يكونوا سند للفريق الفريق اللي غيمثلنا اللي هو الفريق الرجاء البيضاوي. كنتمنى انه الرابح الاكبر يكون هو الجمهور لانه كره القدم غتكون في واحد الجو اللي كبير بزاف. الملعب شتو قبيله وانا كنتفرج في التلفزيون في واحد الحله جديده. كنتمنى التحكيم يكون في المستوى تكون مباراه كبيره والرابح الاكبر يكون هو الجمهور العربي وكما تنقولوا لو مايورغا اللي يلعب مزيان هو اللي يستاهل ينتصر. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربح الرياضة.